كرامة الإنسان خط أحمر، خط أحمر. العراقي يعدم ولا يهان مثل العسكري. قبل 14 كان الأب العائلة من يقعد ويا عويلة ما مأمن، ما يعرف منه راح يطبع عليه، منه ياخذه، هل هي القاعدة، هل هي قوات أمنية، يعني برعب عايشين. هذه كانت مدينة أشباح، المغرب ماكو أحد، ما حد يطلع. الآن بالصيف الناس العوائل الثنتين الثلاثة بالليل تبقى بالغابات بالمناطق بالأسواق. يعني البارحة يمكن رغم البرد جنابك شفت يعني الجو بارد، الناس يعني باب جديد بالغابات موجودة. الإنسان شي يريد العراق، هو شي يريد. يعني أنت إذا على الأقل ما تقدر توفر له، وفر له كرامته، وفر له أمنه، يحس أنه أنت ابنه، يحس أنه أنت جزء من عائلته. ترى شوف يا أنا ما لقيت ولا سيطرة بالمدن، أما أنه الأمان واصل لمرحلة جدا متقدمة، لم تعد هنالك حواضل لداعش بالموصل. لا الحمد لله، يعني احنا حتى خارج المدن. لا هو شوف يعني حتى نكون صادق وياك، انا عندنا منطقة حدود، ولكن الحمد لله يعني اسر قواتنا الأمنية حفروا خندق بعمق 3 أمتار عرض 3 ويا يعني كاميرات، عززناهم احنا ووزارة الدفاع ايضا عززتهم كاميرات حرارية، يعني تقريبا الحدود انضبطت. بس احنا عندنا صحراء مفتوحة ويا الأنبار طويلة ويا صلاح الدين، قد تكون هناك فلول، لكن في جبال مخمور ايضا، جبال وعرة وبيها فلول لداعش. لكن الحلو أنه إحنا دائما ويا أخواني القادة يعني دائما عمليات استباقية، ما نقعد ننتظر، دائما بين فترة وفترة جنابك تسمع أنه الفرقة 15 الفرقة 16 على جبال بادوش على مخمور ويا سي تي اس العمليات الخاصة، فدائما ما ننطي مجال. الأهالي وهذا كنا نفتقده، يعني إحنا كنا اللهم لا حسد لإقليم كردستان، بس أهل كردستان كلهم يشتغلون استخبارات يشوفون شيء غريب رأساً. الآن بالموصل لله الحمد نفس الشيء، أي شيء غريب. وتدري أنت خلال 3 سنين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، نعرفوا الدواعش صار فرز، شالوا الأقنعة، فالناس عرفته. ولذلك بين فترة وأخرى تسمع الأمن الوطني ولا المخابرات ولا قيادات العمليات ألقت القبض على دواعش. الأهالي رأسا من يشوفون يخبرون. هذه كلها يعني هي الفلسفة، فلسفة الأمن اللي درسناها في أعلى المراكز الأمنية بالعالم، هي أنه الناس هي حجر الزاوية بالأمن وليس قوة القوات الأمنية. نعم نحتاجها، هي الذراع الضارب.